لا بناخذ الحلم هذا ان شاء الله. نعم هو شاف حاله انه واقف على احد الجسور يعني بالطرق بشارع الشيخ محمد بن زايد اللي كان يعرف بشارع الامارات. نعم. طلع هيك على اليسار شاف هيك حس انه كانه ايد نزلت من السماء وعم بتشيل كل الرمل اللي بالارض وعم بيقول مشان هيك فيها الغبره الكبيره بالجو. اطلع على اليمين شاف الساحل تبع دبي وشافه اخضر وشاف الخضار عم يمتد لجوات دبي مع اشعه الشمس. نعم. وبس وفاء. نعم نعم براءه براءه يا ابو محمد. في حلم ثاني بعد لك يا معلش؟ لا بس اساسا اشوف اذا لها علاقه في هذا ولا. نعم يا ابو محمد. الحلم الثاني الحقيقه هو ما له علاقه بالحلم الاول. هو شاف انه انا اخوه قاعد بالسياره عم بيسوق او انا قاعده معه واولادي قاعدين ورا وهو اخوه ما بيعرف المنطقه اللي هو بده يسوق فيها السياره وكان جوزي عم بيقول له هالاتجاه لانه في منحدر بس اخوه بيسوق بهالاتجاه وبيجي ليوقع بالمنحدر. بيحاول هو يتجنب المنحدر بس ما بيقدر بيجي ليوقع فيه. هو جوزي بيلحقنا بيركض ورانا اللهم صل على النبي يعني بيتمسك بشجره بينزل ورانا بيتمسك بشجره وبيحاول يسوق السياره برجله من الشباك من جهه الاولاد على الاقل انه يطلع الاولاد. بتقدر يهدي السياره شوي بس بعدين بتوقع السياره بالمنحدر. هو بيحاول كمان ينزل ورانا بس الشجره بتمسكه. والسياره ما بعرف هو هي لمين يعني ما لا تبعه ولا تبع اخوه. لا هذا حلم ما له علاقه. هذا حلم ما له علاقه ولكن يؤخذ الحذر ان الاخ ممكن يقع في مشكله ف يعني يحاول انه ياخذ باله عليه انه ما يقع بمشاكل ماليه. ولكن بالنسبه لمحمد هل عنده اسهم قديمه؟ اشترى اسهم من زمان اسهم وخسرت او ما باعها للحين؟ لا 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 هو ما له بسوق الاسهم ابدا. شو هو يعمل ابو محمد؟ هو بيشتغل اداري موظف اداري. موظف اداري يعني امور ماليه شركه قويه كانت قويه شركه وخسرت ضعفت شويه يعني الشركه ضعيفه يعني. طيب قولي له يصبر عليها شوي الشركه هذه راح تقوى راح يجيها دخل كبير جدا الفتره القادمه. الغبار هو القدم والصعوبات وعدم وضوح الرؤيه الظاهر انه الاداره كانت ضعيفه او في مشاكل في العمل مش مستقره ولكنها سوف تستقر ويتحسن حال الشركة هذه حتى تصبح لديها أرباح. فإن لم يكن له علاقة بالحلم بالشركة يعني يدور على شركة أخرى مثلا أو يبحث عن مكان آخر للعمل فأخبريه في أن مهما كانت خطوته القادمة سوف يأتي معها تفتح أبواب الرزق. أما بالنسبة لأخوه خليه يتابع أخوه عن قرب يشوف أخوه بالضبط وين رايح. هل رايح على هو الغريب انه احنا كنا معه بالسياره لاخوه ما له دعوه. انتوا لانه اي شيء يصير على اخوه ينعكس عليكم انتوا على الزوجه والاخ والاهل. فهو السؤال اخوه اين ذاهب؟ هل هو يعمل في التجاره؟ هل ناوي سفر؟ مهما كان القرار اللي هو راح ياخذه الحين الفتره القادمه عليه ان يعيد دراسته مرات ومرات ويسال ذوي الخبره حتى لا يقع في مشاكل ماليه او اجتماعيه في المستقبل. والله اعلم. بارك